بسم الله الرحمن الرحيم. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. حديثنا تحت عنوان الاستعداد الروحي لاستقبال شهر رمضان المبارك في تراث الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يبقى على شهر رمضان المبارك سوى أيام قلائل، وإذا كانت الاستعدادات في السنين الماضية لاستقبال شهر رمضان لها طابع خاص، ففي هذه السنة الاستعداد يكون له طابع أخص. هذه السنة سنة مميزة، حيث أن الإنسان الصائم في هذه السنة إما أنه في بيته لا يرى إلا القليل من أفراد أسرته، وإما أنه العدد الذي كان يلتقي بهم في السنين الماضية أقل بقليل يلتقي بهم في هذه السنة لهذه الظروف الجائحة. من هنا أوجه الخطاب لجميع المؤمنين والمؤمنات أن يغتنموا هذه الفرصة التي في الواقع نعتبرها فرصة إلهية عظمى وكبرى، أن الإنسان يعيش فيها حالة الاختلاء بنفسه مع الله تبارك وتعالى. هنا رمضان المبارك يقدر أن يكون له وقع كبير، يكون له تأثير عظيم. مبادئ رمضان، أهداف رمضان، مقاصد شهر رمضان تكون أقرب إلى التحقق بكثير من السنين الماضية في ظل هذا العزل المنزلي، في ظل هذا الحجر الصحي. من هنا علينا أن نستعيد تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في المنهجية العبادية الرضوية لاستقبال شهر رمضان في حديثه الذي يعتبر حديث رائع وعظيم في مجال استقبال شهر رمضان، اللي أرجو أن يسلط عليه الضوء من قبل الإخوة خطباء المنبر، يسلط عليه الضوء من قبل العلماء، يسلط عليه الضوء من قبل المؤمنين، من قبل رواد العلم المثقفين الوعاة، من قبل سائر المؤمنين. هذا الحديث ليس حديثا عابرا، حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حديث جدا بالغ وعظيم الأهمية، حيث أن الإمام سلام الله عليه يخاطب أبا الصلت الهروي ويقول له: ما هو المنهاج العبادي في استقبال شهر رمضان؟ شنو يجب علينا أن نعمل؟ شنو يجب علينا أن نترك حتى ندرك عظمة ليلة القادر وندرك عظمة شهر رمضان المبارك؟ في الواقع عندما نلاحظ هذا الحديث اللي وارد في استقبال شهر رمضان عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يمكن أن نقسمه إلى 7 أقسام مهمة. القسم الأول قسم معرفي، يعني منهاج عبادي. هذا هو الحديث، هو منهاج عبادي رضوي. القسم الأول قسم عبادي معرفي. القسم الثاني قسم عبادي لكن استدراكي. القسم الثالث قسم عبادي قولي. الرابع قسم عبادي روحي. الخامس قسم عبادي اجتماعي. السادس قسم عبادي لتقوية الإرادة. والسابع قسم عبادي تأدبي، كيف نودع شهر شعبان. شوف الإمام سلام الله عليه يبتدئ بالمعرفة، معرفة الظرف والشهر الذي هو فيه، وينتهي أيضا بالتأدب في توديع هذا الشهر الذي نحن فيه. وقعا عظمة رائعة، وقعا أدب رائع. فلنبدأ. الإمام سلام الله عليه في الحديث اللي وارد عنه عن أبي الصلت الهروي يقول: أبو الصلت، دخلت على علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في آخر جمعة من شعبان، فالتفت إلي قال: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره،
وهذه آخر جمعة فيه. يعني هذا في الواقع انذار، يا أبا الصلت تدري شنو اللي مضى عنا؟ تعرف قدر الشهر الذي أنت فيه؟ هذه العبادة المعرفية، تعرف الظرف والزمان اللي أنت تعيش به. لذلك أنت بالدعاء تقول وهذا شعبان شهر نبيك وسيد رسلك، شعبان الذي كان رسول الله يدأب في صيامه وقيامه إكراما له وإعظاما له إلى محل حمامه، إكراما وإعظاما، كان يكرمه رسول الله وكان يعظمه رسول الله إلى محل حمامه. إذن أولا المنهاج الأول المنهاج المعرفي، تعرف عظمة الشهر الذي أنت فيه وهو شهر شعبان. ثانيا المنهاج العبادي الاستدراكي. شوف الإمام يلتفت لأبي الصلت يقول يا أبا الصلت فاستدرك فيما بقي منه من الأيام تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك. هذا معرفة الاستدراك، أن الإنسان يستدرك ما بقي من أيام هذا الشهر، هاي معرفة استدراكية، هذا يحتاج إلى ذوق، هذا يحتاج إلى في الواقع تأني، أن يستدرك الإنسان ما بقي. يعني هذا هم أيضا يصب في خانة المعرفة، أن تعرف قدر الشهر الذي أنت فيه، الظرف الذي أنت فيه. إذن أولا معرفة، عبادة معرفية، ثانيا عبادة استدراكية، ثالثا العبادة القولية. فيقول له وأكثر فيه من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. هذا المنهج العظيم، هذه الأيام الباقية، هذه الأيام القصيرة الباقية، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول حتى تطهر قلبك تدخل في شهر رمضان، أكثر من الاستغفار ومن الدعاء ومن تلاوة القرآن. حتى تدخل في شهر رمضان، تدخل في رحابة ضيافة الله وأنت نقيا تقيا صافيا طاهرا. هذا ثالثا. رابعا المنهاج الرابع هو المنهاج الروحي. قال الإمام سلام الله عليه وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله تبارك وتعالى. هذا المنهاج العبادي الروحي. الإمام سلام الله عليه يقول طهر قلبك طهر روحك. كلتنا إخواننا بحاجة إلى توبة، إخواني الأعزاء أخواتي العزيزات الشباب الكبار الصغار، التوبة نبراس عظيم، التوبة سر كبير تقربك إلى الله تبارك وتعالى. إذن رابعا المنهاج الروحي وهو التوبة. خامسا المنهاج الاجتماعي. شوف الإمام سلام الله عليه يسلط الضوء في المنهاج الاجتماعي على ثلاث محطات. المحطة الأولى ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. أولا شوف عندك أمانة، واحد طلبك دين، واحد إلك إلى عليك حق، إذن أدي الأمانة. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. بعد ثالثا ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه. تأمل في هذه الثلاثة العناصر الثلاثة، منهاج عبادي اجتماعي، أدي الأمانة، ارفع عن قلبك الحقد، واستغفر واقلع من الذنوب اللي أنت كنت تمارسها. سادسا المنهاج العبادي لتقوية الإرادة. الإمام يقول له يا أبا الصلت واتق الله وتوكل على الله في سرك وعلانيتك. ثم تلا قوله تعالى، الآية التي افتتحنا بها صدر الحديث، من يتوكل على الله فهو حسبه،
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وختم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالنقطة السابعة هي المنهاج العبادي التأدبي. هذا المنهاج الرائع في وداع شهر شعبان. شوف، ابتدأ بالمعرفة في معرفة قدر شهر شعبان، وانتهى بوداع شهر شعبان حتى يستقبل شهر رمضان. ماذا قال الإمام؟ قال: وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر، شنو تقول؟ هذا الدعاء العظيم: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستعدين للدخول في رحاب شهر رمضان، وأن ننهل من عطائه ومن كوثره ومن قدره، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.